أصلحت سفن أسطول كوجو وزودت بالمؤونة اللازمة بفضل المساعدات التي قدمها التجار. وبعد أن استعاد هزيم الرعد قواه، أمر الأسطول بالتقدم ليخوض معركته الحاسمة والأخيرة مع روجو. سرعة العدو 27 عقدة، الاتجاه 19، والبركان تسير في المقدمة. في هذه الحال أين سنلتقي روجو؟ هنا في المنطقة الهوائية هذه التي تحيط بالكوكب المزدوج. ماذا تقول؟ ماذا؟ الكوكب المزدوج؟ لابد أنك تمزح، فلا أحد يستطيع الاقتراب من هذه المنطقة. السيد شاهين اختارها لتكون ساحة معركتنا نحن وروجو. شاهين؟ ما الذي يقصده بذلك؟ أسطولهم يتجه نحو المنطقة الهوائية للكوكب المزدوج. سنتجه نحوهم ونقاتل هزيم الرعد وجها لوجه. سيدي، ينبغي علينا ألا نخدع بخططهم. هل تريد مني أن أهرب يا كوسيشو؟ نعم يا سيدي. عليك أن تساعدني، لكن أفكارك تجلب لي العار. إنني أحميك يا سيدي، الهرب المؤقت أفضل من الخسارة النهائية. أجل سيدي الحاكم، عليك أن تهرب حالا. ماذا؟ مستحيل. توقفا عن هذا الشجار السخيف، أنتما تفتعلان مشكلة ليس لها أي مسوغ. ولكن يا اسمع يا روجو، الكبرياء مهم، لكن ما فائدته إذا خسرت المعركة؟ قل. الحقيقة لا أدري. وأنت يا كوسيشو، أقنعه بهدوء. أنت على حق، أرجو المعذرة، ولكن حتى ننتصر في ال... أصمت، تتكلم دائما على النصر مع أننا لم نحقق شيئا منه حتى الآن. لقد استولينا على مدينة بوت وألحقنا بأسطول هزيم الرعد خسائر فادحة، ماذا تريدين أكثر؟ أتفخر بما حدث في بوت؟ كيف تجرؤ؟ أنسيت جريمة قتل سيموني؟ تحدث في الحروب مثل هذه الأخطاء الصغيرة. أخطاء صغيرة، بل كلها حماقات. هذا يكفي يا يوسكي. ألم تسمعه يا روجو؟ أنا المسؤول عن موت سيموني لهوة، سأبذل ما في وسعي لتحقيق حلمها. روجو. كوسيشو، لا تناقشني، لقد قررت أن أخوض هذه المعركة. سأقبل التحدي ولن أهرب مهما كان رأيك. سيدي، هذا هو الطريق الوحيد حتى أنتصر وأصبح حاكم المجرة. لقد فهمت، أنا معك يا سيدي، سأضع خطة تفوق خطة شاهين. هذا جيد، ابدأ بذلك حالا. انتبه، اتجهوا جميعا إلى المنطقة الهوائية. روجو يشبهني، وكلانا يحلم الحلم نفسه. الكثير من الحكام كان لديهم هذا الحلم، ولكن المهم هو من الأقدر على تحقيقه. أتعرف يا صخر؟ لو أن شخصا غير روجو هو خصمنا لكان الأمر أسهل. لا، أنا سعيد لأن روجو هو خصمي. ها؟ إنه قائد شجاع ويسعى مثلي إلى بناء عالم خال من الحروب تسوده المحبة والطمأنينة. ولكن حتى إذا مت في القتال فأنا واثق بأن حلمي سيتحقق. هزيم. هزيم سيدي، ما الذي تعنيه؟ لا تقلقوا، لن أدعاه يهزمني. سأقاتل وأبذل أقصى جهدي لأحقق الحلم الذي تمنته سيموني، بناء عالم خال من الحروب. ولكن إذا هزمت وقتلت فعزائي هو أن خصمي سيحقق حلمي. اسمعوا، إذا قتلني روجو فلا تفكروا في الانتقام لي، بل ضعوا أيديكم في يديه وساعدوه على توحيد المجرة. هل اتفقنا؟ اسمعني جيدا يا هزيم الرعد، سأخوض المعركة بكل خبرتي وبكل مهارتي وقوتك، وسننتصر عليهم بإذن الله. شاهين. نعم سننتصر عليهم يا هزيم. نحن معك. أشكركم جميعا. اطمئن، سوف تحقق حلم السيدة سيموني. إنه
حلمنا جميعا وسنبذل كل جهدنا من أجله. اسمع يا سيدي، لا يمكن استخدام الراصد ولا كاشف الحرارة. لماذا يا كوسيشو؟ لامتلاء المنطقة الهوائية بالعواصف الكهرومغناطيسية، وهذا يشوش الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، لذا سنعتمد على المنظار اليدوي على النظر المباشر يا سيدي. وهناك مشكلة الجاذبية العالية للكوكب المزدوج. في تلك الأثناء كان أسطول هزيم الرعد قد وصل إلى قرب المنطقة الهوائية وأخذ يستعد للمعركة. هذه المنطقة مخيفة حقا، لم أرى من قبل مكانا أكثر خطورة منها. نعم يا سيدي، إنها مرعبة، وللأسف المشكلة الأخطر هي أننا لا نعرف أي معلومات عنها. ماذا تقصد يا لينكسو؟ معركتنا القادمة حاسمة، ولا يمكن أن نخوضها في مثل هذا المكان. سيد شاهين، لقد علمتني أن من الخطر أن نخوض معركة في مكان لا نعرف شيئا عنه. لا تقلق يا لينكسو، وأنت يا هزيم اعتمدوا علي، فأنا أعرف هذه المنطقة. تعرفها؟ المنطقة الهوائية مملوءة بالمعادن الثمينة، وكانت أسرتي تقوم بجمعها والتجارة بها. حقا؟ إذا لديك معلومات وافية. كوسيشو جندي ومخطط حربي محترف، وأنا تاجر. ستكون معركة لاختبار الذكاء. ترى ما هي خطة شاهين؟ ما رأيك؟ هناك احتمالان، الأول أن يهاجمنا مختبئا بين النيازك، والثاني أن يهاجم من خلف الكوكب المزدوج، وفي الحالتين سيستخدم الصاعقة. هذا جيد، من الأفضل لنا أن نسير بين النيازك ونهاجمهم. إذا فعلنا ذلك فسوف نسحق بسهولة. ماذا تقول؟ سوف يطلقون مدفع الرعد فيصطدم بالنيازك ويحركها فتصطدم بنا. صحيح، سنهاجم من خلف الكوكب. أجل، إنها الطريقة الوحيدة لشن هجوما مفاجئا عليهم. إذا كانوا يتوقعون ذلك فلن يكون مفاجئا. هل لديك طريقة أفضل؟ إذا سلكنا هذا الطريق فسنفاجئهم. من هنا؟ نعم، سنمر بين الكوكبين ونظهر فجأة بجانبهم. ولكن شاهين قد يكتشف خطتنا. لن يستطيع، انظر، هناك تيار غازات بين الكوكبين سيحجبهم ويمنعهم من رؤية حركتنا. لابد أن شاهين أخذ هذا الاحتمال في حسبانه. لا أظن، إنه احتمال خطير ولن يتوقع أن نختاره، فأقل خطأ صغير يجعل أسطولنا يسحق تماما. ماذا؟ هناك مجال جاذبية مغناطيسية قوية جدا بين الكوكبين، إذا انحرفنا عن مسارنا بدرجات قليلة جدا فستمسك بنا وتحاول أقوى سفننا إلى فتات خلال ثوان معدودة. يا إلهي، خطة خطيرة جدا. نعم هذا صحيح، وقوتها تكمن في خطورتها، إن قرار تنفيذها يحتاج إلى جرأة كبيرة. صحيح يا كوسيشو، ولكن شاهين ماهر في الاستفادة من النيازك في معاركه. يمكنه أن يستخدم نيزكا أو مذنبا صغيرا بأفضل الأحوال، لكن لا حيلة له بكوكب له هذا الحجم، الأمر فوق طاقته. هل أنت واثق بخطتك؟ إنه أفضل خيار أمامنا. صحيح أنها خطيرة ولكنها قوية، إذا لم نغامر ونغادر مكاننا فإن أسطولهم سيدمرنا. سيدي خذ قرارك. لماذا نغامر في خطة غير مضمونة؟ عزيزتي، إنها فرصتنا الوحيدة للنصر، لذا سنتبعها. سيدي اطلب إلى الجميع أن يلتزموا التعليمات التزاما صارما. وسيلتنا للنجاح هي الدقة في التنفيذ، فإذا خرجنا عن مسارنا فسوف ندمر في لحظات. حسنا، انتباه إلى القوة كلها، سنبدأ التحرك، استعدوا. وضع كل من شاهين وكوسيشو خطته. كانت خطة كوسيشو تعتمد على المغامرة ومفاجأة العدو بأكثر الخيارات غرابة، فما هي خطة شاهين؟
إلى الجميع، خذوا أماكنكم من أجل المعركة. الضغط في المفاعل طبيعي. المحرك يعمل جيدا وليس هناك مشكلة، نستطيع أن ننطلق بسرعة. عمل المنظار اليدوي جيد. فريق السيوف مستعد. سيدي، الأسطول على أهبة الاستعداد. حسنا، انتظروا. لينكسو، ما عدد سفنهم الحربية؟ إنها تفوق عدد سفننا 10 مرات. ماذا تقول؟ هزيم، من ناحية القوة الحربية وضعنا سيء جدا، لكن سنستفيد من تسرعهم. تقصد تسرع كوسيشو؟ هذا صحيح، فقد هزم في خططه الحربية وهو يريد أن يسترد سمعته. هذه المعركة معركته المصيرية. هذا صحيح، قد يخاطر فيها بكل شيء. نعم، معك حق، الإنسان يظهر جرأة غير متوقعة في اللحظة الحاسمة، ولكن هذا قد يجعله يسهو عن خطر كان يجده بسهولة في الأحوال العادية، وبذلك يدمر نفسه بخطأ صغير غير محسوب. هذا ينطبق علي أيضا. لا أظن، فأنت ذكي وهادئ. كل إنسان يمكن أن يتسرع ويخطئ مهما كان ذكيا. كلامك صحيح، ولكن أتعرف، أنت لست وحدك. هذا صحيح، إننا نعمل كفريق وهذا يقلل احتمال الخطأ. إلى اليسار 7 درجات. حاضر. إشارة حول الجاذبيات حتى الآن. سيد شاهين، قلت سيهاجموننا من بين الكوكبين، وهذا احتمال خطير جدا. نعم، فعلى الرغم من كل خطورته يبقى الخيار الأفضل لهم. 5 درجات يسارا و9 نقاط إلى الأسفل. سفن العدو أمامنا مباشرة. ماذا؟ ستمر بين الكوكبين بعد دقيقة. إلى القوة كلها، استعدوا للقتال. وجدنا الصاعقة على مسافة 70,000. حسناً، لتستعد أبراج المدافع. وجهوا المدافع بحسب زاوية الهدف. البركان تقترب بسرعة والمسافة 69,000. أهلاً يا روجو. انتباه، أخرجوا مدفع الرعد. إنهم أمامنا مباشرة. ترى هل هي مصادفة؟ لابد أن شاهين يخطط لشيء ما. راقب الفضاء وأعطني تقريرا سريعا. حاضر. المعلومات قليلة، ولكن تفاعل الجاذبية يشير إلى تيار غازي. التفاعل يشير إلى تيار غازي؟ مدفع الرعد نار. مصيبة، تجنبوا ذلك، اهربوا. موجة الانفجار وصلت إلينا. أخبرني عن حجم الأضرار بالتفصيل. معظم السفن تضررت، الأضرار بليغة جدا، ولكنها لم تدمر ويمكنها القتال. ما هذا؟ لا أدري يا سيدي. ما سبب هذا الاهتزاز؟ لم نعرف بعد. سيدي، الكوكب المزدوج يتحرك. ماذا؟ إنهما يتقاربان. اهربوا جميعا، هيا انطلقوا بأقصى سرعة. لا!
أصدق ذلك. السفن المحطمة تصطدم بنا. انطلقوا بأقصى سرعة. فجر مدفع الرعد كويكبا صغيرا كان يحافظ على توازن الجاذبية بين الكوكبين المسميين بالكوكب المزدوج، وبفقدان التوازن يتحرك الكوكبان، وبهذا تزداد قوة المجال المغناطيسي بينهما وبسرعة، وهذا سيدمر أسطول روجو كله. وجدنا سفن العدو. كم عددها؟ 2، البركان وسفينة أخرى أمامها. حسنا يا روجو، حان الوقت لننهي الأمر. مدفع الرعد، استعداد. جميع السفن التي كانت خلفنا سحقت. جميع السفن؟ نعم. يا للحار، يا للحار، لم أتمكن من التغلب على شاهين، وفوق ذلك قدت الآلاف من أبناء بلدي، من الجنود الأبطال الذين وثقوا بي وساروا بحسب أوامري، قدتهم إلى الموت. يا لحماقتي. سيدي، ظهرت الصاعقة أمامنا. وما أخبار البركان؟ مصابة ولا تتحرك. ماذا؟ أيها الرجال، سنحمي سفينة القيادة. شاهين، سأريك شجاعة أسطول روجو. أدير المحرك، يجب أن نبتعد بسرعة، العدو سيهاجمنا. لا فائدة، إنه لا يعمل. لا يعمل؟ روجو، الصاعقة تستعد لإطلاق مدفع الرعد. الهدف البركان، مدفع الرعد مستعد للإطلاق سيد القائد. نار! أطلقوا! ماذا؟ تتجه نحونا. ما معنى هذا يا روجو؟ وسيشو! ماذا حدث؟ إنه كوسيشو، حمى سفينة القيادة مضحيا بحياته. عمل بطولي. البركان، أخفقت خطة كوسيشو التي اعتمدت على المغامرة، ومات آلاف الجنود ضحية هذا الخطأ الكبير، وكادت البركان نفسها تسحق بمدفع الرعد لولا أن كوسيشو ضحى بنفسه لإنقاذها وإنقاذ الحاكم روجو.